طارة الأمهات في المطبخ ما يختلفوش عليها اتنين، أما في البلاطو الله أعلم. أمي أقوى من أمك. الآن سيدتي من جديد في البرنامج تاعكم اللي تعودت عليه واللي هو أمي أقوى من أمك. طبعا الأسر يمروا منا يتنافسوا لهنايا، يديروا كلش هنايا، الصراع يكون كبير باش تو سامبلومون يربحوا 5 ملايين سنتيم ويقدروا يروحوا بعيد بعد 5 مشاركات متتاليه يربحوا 100 مليون سنتيم، 1 مليون دينار. يا درا شكون راح يربحوا؟ يا درا في اخر حنا طبعا الربح هدايا والفوز هدايا بفضل شكون؟ المتالقه تاعنا نجمة النجوم تاع البرنامج موني كوك. يعطيك الصحة فيصل، ومرحبا بكم، مرحبا مشاهدين تاعنا، ومرحبا بكم في حصتكم المفضلة أمي أقوى من أمك. اليوم تاني رايحين نشوفوا شكون هي أقوى أم، شكون هي اللي تكوتشي مليح بنتها باش دير لنا أحلى وأبن طبق. على بالكم بلي غاكل بصح رايحة نفكرهم لكم. عندنا القانون الأول، بروميي غاكل، هو أنه لازم ديروا طبق في مدة محددة، والقانون الثاني هو أنكم لازم تكون عندكم دقيقة برك باش ديروا لي كورس تاعكم، تجيبوا لي زانغريديون وتجيبوا واش تحقهم فريجيدير وتعاودوا تولي بلاصتكم باش ديروا الطبق تاعكم، ويكون عندكم الوقت باش تجيبوا الماعن. والقانون الثالث والأهم هو أنه ركزوا لي على البنة وركزوا لي على الطياب، ثم الدجاج لازم يطيب لكم واللحم لازم يطيب لكم والبصل بالك وتعطيه لي يتغز. وانا انت وما أكدوا لي على العالمية العالمية المعدنوسية. موني مباشرة دوك راح نتعرفوا على العائلات، على خاطر عندنا عائلات جدد اليوم. نبدأ بالعائلة الأولى. العائلة الأولى ولا الأسرة الأولى المتكونة من الأم فريدة والبنت نادا، والميزة الخاصة اللي تتمتع بها نادا هو هذه الطفلة هو أنها تقدر تنوض 14 صباح باش تطيب وتاكل، ما تحبش اللفش، ما تحبش الباذنجان، وما تحبش كذلك تقريبا جميع الفواكه. يا درا كيفاش راهي عايشة. الأسرة الثانية المتكونة من الأم جميلة والبنت حفصة، جاو كلهم شغف باش يلعبوا معنا ويدخلوا هذه المنافسة بكل قوة وحماس. أنا نقولهم حظ كبير للجميع. كيما العادة موني تراهي تحاكمي بلاستيك، أنا أسعدك وأيامك. هاي واش ديري باش تعطينا النتائج والإرشادات والنصائح. منا لهذاك الوقت أنا نقول لكم فاصل ونواصل. نعود ونرحب بكم سيداتي ونسي سادتي من جديد، وتنطلق المنافسة هذا المرة مع ندى إن شاء الله في آخر والأم فريدة. أكي واجدة؟ صافا راني واجدة. طريب يا أنفا لقينا وحدة تتكلم وتسمع لنا الصوت تاعها وسمعهم كاع. الأم فريدة قولي لي الله يعيشك، مثلا كي تسمعي الرنة هذه واش كاين الداخل؟ على حساب انتوما شاركتوا معنا بخمس وجبات؟ حاجة شابة. خمس وصفات حاجة شابة. حاجة مليحة. حاجة مليحة وي مي. هي حاجة مليحة. مي واش رايك؟ واش رايك؟ بولي. بولي. حاجة فيها بولي. دجاج بولي. يا درا يا درا على بركة الله، على بركة الله. بسم الله. واو. ديو. البريك. هادي وارا هادي بوراك هادا. اوه ديو. البريك. وي. البريك. 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 شحال النابي تاع العنابي ولا؟ البريك تاعنا انا تخفاصم تاعنا. لا لا المهم تحياتنا الناس عندنا برا بيشوفوا فيها باسكو هما معروفين بالبريك عندهم واحد البريك. المهم الجهه الشرقيه كامل تاع الجزائر يدير لك واحد البريك يديك تاكلهم. دقيقه واحده ار يو ريدي باش تنطلقي؟ شوفي فيا 5 دقائق تروحي. اوكي علي انطلقي مال يلا. صلوا بطاطا 59 58 57 وتنطلق العملية والوقت يروح. فرماج ان شاء الله والبيض البيض 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 قوية وتحضر لنا كامل التوابل. الو عندنا الباسالوس، عندنا البيض، ملح فلفل الحل، هذا لحم ملحي الله يبارك ما شاء الله. هذا فلفل كحل، بطاطا ندى، بطاطا حبة بطاطا، فلفل كحل، فلفل كحل هدايا، حبة حبة تكفي، الملح، فرماج، هذا الزيت، 28 26 25 ثانية 24 ثانية ما قعدتش الوقت، البطاطس
معدنوس، جيبي معدنوس، جيبي معدنوس، جيبي معدنوس. قداش نفسر لك انا عليكم؟ بدنا نهضر لك على البطاطا ما تفرحتوا. معدنوس ورقة شينة، معدنوس ورقة شينة. 11 10 9 8 7 معدنوس 6 5 4 3 2 1 يديك في السماء. أمي يديك في السماء. ألوغ معدنوس إيه؟ معدنوس هذا. جادور جادور المعدنوس. المعدنوسية. أمي تكتب لنا نعرف. هكذا مانيش نحطوهم هكذا بهذه الطريقة هكذا باش نشدوا الحالة. ومن بعد نتي العملية الطبخ راح يصرى هنا، تصرى هنا في هذا المكان هذا إن شاء الله. أوكي. ما تدنا عندي ما والو باسكو لازم نحافظوا على التباعد. ما تنسيهاش هذه. والآن ننتظر مونيكو كشاف تاعنا تعطيكم الوقت المناسب باش ديروا لنا هذه الوجبة 15 دقيقة تكفي زعما. تكفينا لازم ديروا لنا على الاقل على الاقل جوج بريكات وحده تروح للعائله الكريمه اللي راه تستنى فينا مليح جيران تاعنا والاخرى تروح الموني كوكا جوج مقلات فوق كسرونا اوكي واش دو وي يلا انطلق 15 تنطلق وبدا يمشي الوقت وبدا يروح الوقت كسرونا ابا نبدا نشعل الغاز مازال ما عرفناش راه بيت طيب الأم جميلة والأخت حفصة من الجالي مليك رام يشوفوا فيكم ويشاهدوا فيكم ومدى بهم وما كذلك يربحوا سيبون سيبون ماكو حابين تربحوا ما شاء الله إن شاء الله لا لا يعني بكل أي أنا حابين نربحوا إن شاء الله حابة تربح والله هكذا سيدي الخالة تاك حابة تربحي آه وي بيان سيغ وكي حابة تبيني باللي أمك هي الأقوى أي وي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق بالتوفيق زيدي لها زيدي 14 دقيقة هو قسمي ونقطع الأخر نقصي للصغيرة وزيدي الكبيرة شوفي فريدة كاين حاجة نوصيك عليها بعد 10 دقائق ما عندك يقعدوا لك 5 دقائق تقدري حاجة نسيتوها الزيت تاع القليان نساو القرعة الزيت كبيرة اللي يقلوا بها حاجة فرماج مثلا هل أنت متأكدة من أقوالك؟ وكيف زعما راح ديري مثلا زعما كيفاش حد تقلي الحالة زيت زيت ما لا ما هذا لا لا خلاص روحي كملي ان شاء الله يكفيكم الوقت لازم تلقاو كيفاش نجديهم كاع زينا باش نقلوهم قباله المهم ديري في بالك بعد 10 دقائق يعني كي تقعد لك 5 دقائق الاخيره تقدري تدخلي مباشره في الزيت ما تنسيش الزر باش الوقت يتسارع ماما تما هذا الزيت ما تقدرش تستعملها كونتيتي صغيره هذه مام حلي الفيونداج هي تزربي صبري ماما بالعقل ماما قلقتيها ماما قلقتيها زيدي الغاز ما نزيدلوش لازم حتى كي ندير البصل واش بيك روحي صح خلاص خليها ما كاش يا درك بريك هذاك اش راح يطيب مو كاين زيت هذيك الصغيره هذيك ما راح تدير حطيبوها بهذيك الزيت اه جو بونس با كاش غير غير ممكن صافي تصلي 5 دقائق ومن بعد ربي ربي فوق لا بلاصه واحد 4 دقائق وواحد 3 4 دقائق و 32 ثانيه زعما تكفيكم 4 دقائق 30 ثانيه تكفي ان شاء الله ها مازال هذا اسكا نو 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 12 دقيقه و 21 12 دقيقه و 19 ثانيه معليش انا نخليكم تزيدوا تشاوروا شوفوا كيفاش ديروا خاصه انه الزيت ما كاش النار راهي قويه وان شاء الله ما يتنحرقش الفيونداج انا نروح نشوف عائلتي الكريمه الاخرى جيران تاوعي ها العزاز ماما دخلي جيبي لي زيت مازال حتى ابري 10 مينوت شوفي هذيك اللي تكفي فرغيها كاع في المقله شو قلتي هذيك اللي تكفي فرغيها كاع في المقله ما جيبها من تحت الكحل قليها قليها مليح من بعد ديري من تحت الكحل هذه علاش جبتها باش تقلي البريك اه صح فرغي بيك الزيت كاع تما صبري ها صبري بس قطعي شويه معدوس خليه ينقلى وقطعي شويه معدوس نشلو المغرب طاحت الداخل هاني جيت لكم امي جميله مرحبا هزوا الشطه واختي حفصه يا سلام صافا لاباس صافا الحمد لله عجبكم الحال رحمة ربي الله مليحة الحمد لله الصالون تاعنا ملاح شويه لاباس مليح الحمد لله الدجاجة هذه هايلة كوزينة تاعكم ان شاء الله راح نديروا رايكم تما ان شاء الله يا ربي وفيها خير ان شاء الله ماذا بينا تربحوا ان شاء الله لكن اولا ديال تربحي ان شاء الله لازم امك هي الاقوى ان شاء الله الغراء هاي حابه ما كاش هذه هي ما انا لازم تبيني ان شاء الله وبعد لازم تبيني عندك الوقت صبري ديري البطاطا نادا يا ماما باش ترحيها نقول لك كيف ديري البطاطا نشللها ونواسيها اه نقول لك كيف ديري لها باش تطيبها غابيها 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 غابي الصبر يا ربي قطعيها نقيها اه ماما
يعني جدود جدود انا نقول لك جدود جدود لا جدود مع سكريين مع سكريين سبحان الله احنا مع سكريين انا حسب انا بعرف كي تكون قلت واقيلا هذوما يا ورقلو يا تم راس المهم يا اضرار قلت لا والله انا ما نعرفش كاع دوك الجواهم انت ما نعرفوهمش يا حي وبلادنا شابه والله ما نعرفوهم حاجه لازم تزوري ان شاء الله يا ربي نشوف انا ما تحش كاع ما نديرهاش كامل ان شاء الله باذن الله لا 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 حبيتك في بلاصه خلاص 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 قطعيها تعيشي غفور امين يا وسعي مشكور يا رب ان شاء الله يا امين يا رب انا نروح نشوف هذيك المصيبه هذيك واش راهي دايره يا درا طيب لنا البريك ولا لا لا ماما ديرها الملح كي تغلي ايه ديري لها شويه ملح هكا زيدي شويه زيدي شويه زيدي زيدي يا خا زيد اللحم قلت لك طفيه بصح ما نحرقش خلاص سي هذاك الزيت كاع اللي راه في القرعه في الرغيف المقله تشوفي هنا ايه نحليها حليها حليها هاك هذا يكفي يكفي هي ديريه يسخن صبري ها صبري ماما راح نتخبري ولا تخبري انا سبع دقائق وثلاثة وثلاثين ثانية على بالي خلاتك خلاتك مادام جيتك هكذا على غفلة تبعد كان الزيت لقيتو زيت وين لقيتوه انفونتيتها كان انا فوق طابلة حنا بالان ندير لكم هاد الامور هادي طلبتي تبوتي باش نشوفوا اسكو راكم تشوفوا مليح ولا ماكم تشوفوا الانسان لازم يدقق مليح ولازم يشوف مليح ولازم يحسب وقته وخاصة وقته لازم يحسبوا مليح مليح صحيح على باب واش داو شاكي دايره هكذا هكذا يقولوا لها لا كاتاستروف نيكليير في برنامج امي اقوى من ام كاتشو هاي تبسي كبير تبسي كبير لا لا ماشي هكذا لا انا نخدم معاك يعني هكا راهي قليله نضاريه في الدار لا كاتاستروف نضاريه في الدار ندير كاش منها اكثر من هكذا في الدار اكثر وحده وانت ما تقولي لها والو كي دايره هكذا في الدار انا نغسل هي طيب وانا نغسل مزيان عندك يما كاينه هاوي انا لو كان زعما امي تسمعنا يا يما عندي ما نسمع ديري غير ديري البلون والجون في زوج حبه كامله ايه اوكي حبيت نروح من الجهه اللي مليك بصح خفت خفت نروح مليت تسبقني شي تقعد قدامك تجي هاي تضحك هاي تضحك تضحك والبطاطا هذه كيفاش حتى ترحيها ترحيها اه يكفي ست دقائق و 12 ست دقائق و 10 ست دقائق و 9 انت كي تلحق خمس دقائق تقدري تحبي تدخلي يعني با فورسيمون تروحي تجيبي حاجه تدخلي مام تقدري مام تدخلي هنايا ايه ايه باش تعاونيها ديري شنو ديري في بالك باللي الوقت سيتسارع ديري الزيت ارتفاع فوق الغاز نادا بصح مازال ما طابش معليش 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 خمس دقائق و 50 و 49 48 ثانيه يلا 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 الحاله راهي خطيره هكا ايه نقصي له حطي تشوفي له انتما راح ديري البريك ديري ماما مو ديري ولا ثلاث حبات وحده ليا ما العظيم انا ما ناكلش انا ما ناكل ياكلوا غير هما غير الجيران ومونيكو مونيكو ترحم والديك ما دير لي وحده ليا وانا هاد الخطره لازم ديروا له حبه بريك ولا وحده بريك الفيصل باش يذوق معايا ان شاء الله ان شاء الله فيها خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوصلوا برك الوقت هاي خمس دقائق و 13 ثانية لا دير طغي المقلاة والزيت ما جابتش قطعي شوية معدنوس حطيها عليها خمس دقائق و خمس ثواني ديري في بالك بلي تقدري تدخلي تعاونيها تقدروا يعني تستغناو على البطاطا داخل البريك ماشي لازم تكون فيه البطاطا مادام درتو لا فيون داشي مع البصل تقدروا تزيدوا معدنوس زيتون فريمون كامل واش حبيتو جينيرالمون كي نديرو البطاطا نديرو معاه بصل خضر والطون شحال يجي بنين سيريو نقدر يعني نضرب نشم يعني النكهه غير تاع با فيون داشي يا درا على حساب يعني هاي جات عندي ندى امام ليها انا شميتها رائعه جدا نكهه شويه معدنوس ولا كل النكهه شويه معدنوس شويه بصل باش ديريهم مازالها شهر مازال قلت لها قبل زمان ديري شويه والو والو تباعد تباعد ديري الحبه تاع البيض بطاطا وبصل وحبه تاع البيض نقطعهم والعالميه راهي العالميه نقطعهم رقاق ايه
ربع دقائق وتسع ثواني. ما يكفيش الوقت. حكيت انا قال عندي بريكه واحده ما ديريهاش. اه واه شوفي البطاطا، شوفي البطاطا. اربع دقائق، ثلاث دقائق 150. شبونس بطيب الوغ نبدا نبدا. ثلاث دقائق راح ديرنا البريك. لا 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 عند راس والله. ثلاث دقائق و53، ثلاث دقائق و51، ثلاث دقائق و50 و49 ثانية. إذا ما طابتلكش البطاطا أن كونساي أنوليها. ديري في بالك إلا حبات تدخلي تقدري تدخلي وبصح ولا دخلتي الوقت راح يتسارع وما نشكيش تقدروا هكذا تنجحوا. هكذا تجرح بالك راح دير بريكه واحده ويا ربي تما انا ما صح لي والو والجيران من الشر ما يصح لهم والو. صح البريك البريك ينقلع. ينقلع مش كيما حنا اللي كنا نديرو هكا في ال ما كنا نديرو في الكوشه. حنا نبغوه هنا شوف. راه برك. زيد لها برك للغاز. ثلاث دقائق و17 ثانيه كي راح تدخلي في زوج دقائق تبري راسك. ثلاث دقائق و12 ثلاث دقائق و11 تبدا روحي مليها يلا. ثلاث دقائق وسبع ثواني وست ثواني. زيدي زيدي وحده اخرى بالخبز. يا يما ستريس. هل هذه الوحده البريك هذه راح طيب؟ نورمالمون طيب. هذو لا 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 والله يعني طيب طيب. يعني معجزه. فيصل قول لها بلاكي تمدي لي البريك بهذاك البيض تاع البيض ماشي طايب. على بالك واش قالت لك مونيكو؟ على بالك واش قالت لك ولا ما على بالكش؟ شفت انا راهي تقول لك حذاري ثم حذاري ثم حذاري ثلاث مرات تعطيني البريكه باش ناكلها ونلقى البيض ماهوش طايب. ماهوش طايب. اه طيب طيب ان شاء الله. حذاري حذاري يا جماعه. زوج دقائق و28 زوج دقائق و26 زوج دقائق و25 وشوفك يا سلام تنطلق مباشره نحو البريكا الثانية بس هي طيبها. بابا بابا قوة كبيرة عند هذه اللاعبة، قوة كبيرة وخفة كبيرة عند هذه اللاعبة ورصادة كبيرة كذلك ومازالها لاصقة فيا كذلك ما حبيتش تجبد روحها. زوج دقائق وخمس ثواني زوج دقائق وخمس ثواني البريكا هذيك عندها طيب عندها تحمار من فوق وبدات تجي تسبيحة في الدراجة. أنا في الملعب حاطط الدراجة 56 يا حي يا حي يا حي. دقيقة و52 دقيقة و50 طيبي 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 دقيقة و45 دقيقة و44 زعما يتسمع فيك هي دقيقة و45 مازالها لاصقة معليش دقيقة و38 يا حانك البريكة ما تقرمش ما تقرمش البريك اللي ما يقرمش ما هو بريك فوالا زيدي مازال نروح ملحي نعاود نولي منه لا قل النار النار لا قل السيت تطير عليك يا تحبوك تحبوك نادا جيبي لاسيت منا وديري الاخرى من هي دقيقة و19 دقيقة و18 دقيقة و17 بابا 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 ما تحطيليش انا هكذا ديري لي انا هذا بو معليش انا نعاونك منا روحي انا ما نعاونكش ما معليش انا نعاونك تريسيتي تريسيتي الخفة والحركة والكهرباء قولها الكهرباء الكهرباء نادى الكهرباء خلينا نسموك نادى الكهرباء انا سيدتي في امي اقوى من امك اسمعي انت هي ماشي انت كنت راح تجيب القارص ما تقدريش 48 هي تقدر تعبر تجيب القارص ولا ما قدرتش تجيب القارص خلاص 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 لا كريز لا كريز شنو هذا؟ ما بقالهاش 130 37 ثانية 36 35 34 يا سلام يا سلام انا لا ادري واش راح تعمل 30 ثانية ما عندكش الوقت 29 28 27 انت لو كانت حافظي والله غير راه الوقت تقدر روحي روحي جيبي لها منك تقدر انا كان منك سي سي او بابا طلعت لك بابا بابا با قوة 2 1 خلاص قعدي تما امي قعدي تما ما قعدتش كات واجدي في 15 لا لا بصح البنه شو ما فيهمش بطاطا ما فيهمش يعني نهضروا صح صح نقول لك صح صح استنى تشوف نسكبوا الحاله بال استنى ما تقلقيش مونيكو كراي تشوف من هي المخرج كذلك المشاهد الكريم بيان سي راهو يشوف راهو يتبع لحد الان راكي هكذا يا سناي واش مازال مونيكو يا صاحبي يقول لك ربحتي مش انا راكي انا غير في الحركات وما طميتي والو هادو كاع النقاط وما لصقتي فيا والتباعد راح بون معليش وين راح تدوه المونيكو وين راح الصحن اللي راح للجيران راهم يشوفوا فينا من هنا هذا شاف هذا تاع شاف يلا 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 روح روح ضيعتوا بزاف الوقت روح وهذا ما نديرش العالمية ما كان لا عالمية لا والو دوك كاين مونيكوك راني جاي مونيكوك اصبري تشوفي مونيكوك شاف راني جاي هذيك البريكة ان شاء الله تقرمش برك ان شاء الله يا ربي اليوم
نورمال سي ما بروميير فوا لي نشارك في ليميسيون تاع امي اقوى من امك اي وجدت بريك لي نورمالمون نوجدو في 15 مينوت ايا وجدتو في 3 مينوت خصبت مي يعني مهزلت لو بلان دو طرافاي مي جات مليحه ان شاء الله يعجب الشيف. بسم الله ابويا انا تعرفيني ما نجيبش ناكل بيض اخضر ماش طعم ماتوني. بسم الله دوماج بيض ماش طعم البيض ماشي طعم ما تلوش ما فيش قاعده نادا يا نادا واش نقول لك زهيتيني بوندون هاد لي بروف تو ايتي تري انرجيك اني رايحه ندوق البريك اللي درتي لنا مي دابور جو في فيريفي لا كويسون خاطر محال ناكل البيض تاع البيض اذا مازال ما طابش لا خاطر صفر سا باس كي يكون كولون مي البيض لا لا الوغ البيض طاب وي ويلا ندوقوا هاد البريك تاعك بيان سور ما رايحاش نقول لك دوكا اسكو جون بونس نشوفوا النتيجه من بعد سيداتي وأنسي سادتي نكمل الجولة التالية والصراع راهو كبير خاصة بقدوم الأم جميلة والبنت تاعها حفصة اللي رايح هنا ورايحين معها ولا دير لنا بلا على حسابها هي في الكوليس قبيلة قالتلي دير لكم بلا وما تحيروا مي كي صافا لاباس صافا كي مليحة بيان كي واجدة إن شاء الله الأم جميلة واجدة الحمد لله تحشمي ما ولا هضري معني وليدك ها إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله هاي مليحة يعني ما جميلة لو كانت تقولي لي وش كاين هناك وجبة مثلا وش يجيك في راسك بالك دجاج دجاج بالك تسمع ديروا لنا دجاج اما ها بالك ولا شوفوا فيونداشي فيونداشي بصح هذا فيونداشي يحبك عنصر من الوجبة كامل واه الوجبة شنو هي حبيبي مثلا توم مثلا مانيش عارف سفيرية 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 دوك نشوفوا تما الاطباق تاعكم اللي اقترحتوهم حاجه باينه هيا معليش بسم الله نسمعوا نسمعوا الرنه ومن بعد ندوقوا المنة بسم الله بسم الله على بركه الله يا الله اولا لا اولا عنصر مهم هذا هذه الكبده تاع الدجاج ياك قولوا ما نعرفش ولا بون حطوا هذه اولا كبده كبده تاع الدجاج باش ديروا لنا بيوري ها تسمع صيده هكذا شكون العصيده فيها خير الو العصيده تاع الكبده تاع الدجاج عندك دقيقه واحده باش تجيب لنا كم شوي فيها شوي فيها دقه تاع لاصقه في دقيقه ما تخافيش مازال ما تجيش حتى نقول لك انطلق هاي ما جميله قولي لها خايف على الوقت عندك دقيقه واحده باش تجيب لنا جميع التوابل الخاصه بهذه الوجبه يلا انطلقي وتنطلق تنطلق حفصه ان شاء الله تجيب لنا التوابل اللازمه باش دير لنا الوجبه هذه 53 هذا الزيت ايه ما نساتوش هذا السكر سكر لا ملح ملح سكر هذا سكر راه باش يكون على بالكم هذا السكر ما حبصه ماشي ملح السكر على حسب النظره تاعي بان لي سكر يمكن يكون ملح باش تعرف تكون النظره تختلف حبصه السكر هذا سكر 34 ماشي كيتشيك فيه 33 هذه يقولوا لها البطاطا البطاطس هلا بطاطا طوماطيش معدنوس جبت كاع الرمد جبت لنا شجره رمد فوالا شجره تاع الرمد الفلفل كحل الفلفل كحل هذا الكمون كمون الكمون 13 12 11 10 هذا الملح هذا الملح 7 6 4 3 زوج 1 طق لا يدي في السماء ايدي في السماء ايدي في السماء هكذا ايدي في السماء يا امي امي لا نورمالمون ما نسيتو والو توم جبتي؟
اي 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 انتم ما جبتوش، ولكن بعد 10 دقائق الاولى كي تعطيكم مونيكوك الوقت اللازم باش ديرنا الوجبه هذه، تقدري تروحي بعد 10 دقائق تقدري تروحي تجيبي لها الثوم وتجيبي لها قهوه. واش خاص زيت؟ واش خاص الثوم زيت؟ خاصها غير الثوم. غير الثوم؟ انتما لا انت متاكده من اقوالك؟ متاكده من اقوالك خاصها غير الثوم. كاين السكر انا فاهم ولي فاهم. تعرف بعد نقول لك لاستيس ما تعرف. ما تعرفش حبسه. ليش حبسه كاش ما بان لها ولا ياك صافي حفصه مش بيه البلابلاتي لسانك حفصه يا هلا حفصه بون مونيكو سيل فو بلي الله يعطيك الخير ان شاء الله. اعطينا الوقت اللازم باش درنا الوجبه هذه. عندهم 18 دقيقه بابا 18 دقيقه حسبي مليح الحاجه 10 الاولين كي يخلصوا تقدري تروحي تجيبي الثوم ان شاء الله باذن الله، ولكن لازم تعبزي لنا على هذا الزر الاحمر صح على خاطرش كي تعبزي عليه الوقت يجري سيتسارع ويجري وحنا نقولوا نجربوا الوقت وهكذا دواليك وانطلقي يلا 17 دقيقة 58 وتنطلق العملية. دينا هاي زوج حبات تعرفوا ساكتين ما تهضروش كاع انتوما الكان حجوز وافر انا كونسونترو دينا هاي زوج حبات حفصة وي زيتي لا بلونج على بالك علاش ما نحتاجهاش دروك كيفاش؟ مازال ما نحتاجها هضري معانا حبينا نسمع الصوت تاعك مازال ما نسحقها الحمد لله يا ربي سمعنا الصوت الحمد لله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي قبيلة شوفي واش طيحتي شوفي واش طيحتي شوفي واش طيحتي طيحتي البلا تاع الملح وخيرة ولا مش عارف الحطبة ما جبتيهاش وحوس عليها ما لقيتهاش ما حبيت نعاونك زعما قلت ها ما كاش إذا كان ما كانت الحطبة معناتها لازم تلقاي لاستيس تلقاي مخرج كيفاش كي تقطعي حاجة ماشي في الطبيعة. إيش طيت حطبة؟ أنا نروح نشوف العائلة الأخرى تاع نادا راهم حاصلين من جهة من هيك يا درا وأنتوما تمخمخوا بيناتكم ديروا تمخميخ تكلموا تكلموا مشي شوفي ما حبيتش كاع تقول لها أنا واش كونسونترا راهي راهي غير بالعينين راهي راهي كونسونترا جميلة غير بالعينين شعلتي النار حمسة مازال ديري شوية ما ديري وكملي الحبة الأخرى برا حامي ديري حامي و ديري شوية ملح صاي ما تزيديش بطاطا خفي روحك صاي بزاف روحتي لهذاك هما كي ديري الماء بزاف 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 ديري الملح كتري حبسه نقطع الكبدة مشي تقطعيها فوق لابلونش ولا عائلتي الخمسين وقيلا كاع توما يا ودي لي جينا انا كاع عائلتي الله غالب هذه هي مرحبا نادا نادا كان هذا وقت تابع يا خونا تابع ما غري على بالي بلي ميلي باسنا خالنا ميلي زيدي مليمتر واحد هكا مليمتر واحد من جهه اللي بليك هكا فوالا شتي كيف واحد تابع تابع نهضر مع تابع هذا لاصقه فيه الماء على بالك بلي وخلي ذاك الراند من تما على الماء دير شويه زيت بزاف بزاف لا تشوفي كاين حاجة فكرتها انت يا دوزيام اني اونجلي ياك الله يبارك جامعة طبعا من جامعة اسمي مليانة صافا تسمى انجليش نورمال انجليش اي وي انت حبيتي هاللغة هذه لغة حية هايلة حبيتها ملي كنت بريمير نسبيكي انجليش اه داكوغ تسمى ملي كنتي صغيرة اه صافا وشكون في الدار هكا اللي يتكلم لغه انجليزيه ولا شكون حركي ديك البطاطا باش تبني هاي تغلي صح بدات صباحي باغي تغلي لا لا كي تهضري شفت شو انا ما نحضرش انا حرت انا راه على بالك ما نعطي لك هادو ما قلت لك باش تجي بلاصتي وانا انا مادا بيا نطيب من ندير انا كيما صار لي انا ما نهضرش كامل بصح كي نهضر روحي انت سكتني المهم تحيه كبيره وخاصه خاصه
الناس مليانه اللي راهم حاضرين معنا. يعطيكم الصحه على الحضور تاعكم. الله يسلمك. امين ان شاء الله. 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 ما نكذبش عليك يا حفصة، سمعت الرنة تاع السكر كي تنشوف. الوقت المناسب إنها تتكلم عن السكر. السكر فادين بعد نشوفوا علاش. هو علاش السكر هذا علاه ديروه انتوما؟ باش يقلع هذيك لاسيديتي تاع الطوماطيس. صح. شفتوا كيف تسمى القروصية تاع الطماطم. تاع الحموضة هذيك. علاش السكر باش تاكل هكا. طيب. والله يعني راكم خسرتوهم برك. قعدت لك تقدري تقولي دقيقة واحدة باش تقدري تدخل. إن شاء الله يعني. المهم أنا نعطيك الإعاز. نعطيك الإعاز في الوقت المناسب إن شاء الله. هاوليك هاوليك هنا. باش تقدري تدخلي وتجيبي التوم. هذا ما كان غير التوم. هاي التوم. وين كيفهم تسمى التوم؟ لا التوم. حبسة. نقصي الماء على 26 و25 قريب تقدري تدخلي و23 لزابا دو فولاي سي ان اليمون تري تري نوريسون، يعني هو جد مغذي. علاش؟ لانه يحتوي على بزاف الاملاح المعدنيه لي سيل مينيرو، يحتوي على الحديد لو فير لو زنك لو كويفر وميم الفوسفور، على ديك اللي يمدوه للمرضى اللي عندهم لانيمي. 2-1-0 تقدري تدخلي الحاجه. صح ما تنسايش الحاجه. هاي فوالا طريبيا. صح لازم تكوني سريعه. راه راه تحت ماما تحت. بخ 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 الوقت يتسارع. تم جيب الحاجه جميله. الوقت يتسارع والحاجه جميله بكل قواها تروح وتجيب التوم. يا سلام وتعاون. فوالا على بالك هذه الحركه هي الصح. الحركه هذه اللي درتيها هي الصح. والبقدونس بيان سور حكايه البقدونس يعني كل الاعداد يعني تقدر تقول لحد الان البقدونس ما خص هنا في الطاوله هذه. لقيتي لاسيت جبتي طبسي. يا بيان. حبسه شوفي الاخرى. شوفي كيسموها رابيح للمشمده هذيك. موني كوك نقدر نشم ياك معلاش. انا كول. شم على روحك. اصبر. زيد شويه ما شوفيها. نكهه نكهه. شوفي تبدا لاطاح. رابي رابي راحي رابي توم. نقصي على المقلة. وين ناقصة؟ نحرم لك. بصح مازالكم يعني غير بالعينين برك غير بالعينين. هاتوا عائلتها غير بالعينين. تاك تاك شوف نشوف فيك الدوك نشوف فيك تروح من هنا نشوف فيك تروح من هنا نشوف فيك الطيب نشوف فيك ترقد نشوف فيك تروح. دير طوماطيك فرونسون دير هي مليحة ماما تشوفي في الوقت يحبس مثلا. زحام مثلا علاش لا لا. شوفي اللي درت كبده انا تا انا شمي تبلي ربي الكبده ديرها مع البطاطا. مازال لك الكبده. راهي تلحق النكهه راهي تلحق. نادا واش راكي ديري هنا؟ ولا شوف 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 لا غير شوفي غير شوفي اجات تقلعت تشوف. قادرين ماشي قادرين غير هما راح يربحونا. يا درا يا درا يا درا يا درا كل واحد والوجبه تاعو كل واحد والوصفة تاعه. وفي آخر المطاف شكون اللي حدث شكون اللي فائز؟ طبعا موني كوكا. تباعد حظي التباعد قالك تباعد يا مرا خافي الله سبحان الله والله. بزيت شوية البطاطا خليها تجي شوية. حفصه تاخذي رايي واش دي لي زاسيت ديالك ونيتواي لو بلان دو طرافاي هكا باش تقعد لك الكبده تاع الدجاج تدريسيها و لا بيغي تاعك ترحيها وديري لها الحليب والفرماج. غير بالعينين خو راك تقول زعما غير بالعينين خزره فيها بنينا بنينا سي بون خلاص رجعي كيسان رجعي لها خو خملي الطابله غير بالعينين الصوت كان ما تسمعوش. فهمت انا ما فهمتش. هاي 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 وهذا وشنو الحاجه هذا؟ هذه العصيده ها؟ بطاطا اللي حطيت والداخل. صحة صحة صحة. جيب هادو أمي خمس دقائق و 22 خمس دقائق شي صار هادو جيب شوية و شوية شوية زعما درت كبدة جوج بونس با طفي هذيك الأخرى لا طابت لك صاي الرند حطها في هذه الجهة حشوش حرام هنايا معليش صاي طايبة شوية هي صاي خليها هذيك شوية رمضان أربع دقائق ها خفي كي نطفي هذا ما تحقيهاش هذه أربع دقائق و 38
أربع دقائق وخمسة وثلاثين وربعة وثلاثين أربع دقائق وثلاثين ثانية. شوفي ديجا مورا اللي بسي بها طلع خلاص خلاص وانتم ماكم زيدوا تحطوا ما طابت تشوفي كيفاش هي تهرس فيها في غطك طابت شغاية عاودي ديريها هكا راه زيها مليح. الحليب اللي ديروه في لابوغي لازم ولازم ولازم يكون سخون على الاقل دافي، لو كان ديروه بارد كيما دارت دوكا حفصه او رايح يقرسل لكم البطاطا وما يرجعهاش اونكتيوز. دقيقتين الاخيرتين من عمر هاد التحضير تاع الوجبه حفصه مع الاخت حفصه هكا بالاشويتو دوكا في عمليه يعني هاي تدرس في البطاطا مي لي زابات حلبه نو بنانه. دقيقة وعشرين ثانية، دقيقة وثمنتاش، دقيقة وسبعتاش ثانية، وستاش ثانية، وخمستاش ثانية. يا سلام يا سلام. شوف عملية التحضير يعني الأطباق كيفاش تتم. با 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 لا توش تاع الفن تاع الفنانين هذي. هاي ما خلعتيني عم بقى حتصدمي علي على بالك. ثلاثة وخمسين لحقنا فرانا في المرحلة الصعبة قا خمسين ثانية ثمانية واربعين ثانية سبعة واربعين ثانية ستة واربعين خمسة واربعين ربعة واربعين الوقت يمشي ويعبر. إشكالي الوحيد هو زعما لو كان تمد لو كان يمدو 30 مينوت سي سوفيزون بور فير تو يعني لا ماجوريتي تاع لي روسيت توصلنا غير 20 مينوت تكفينا. المعدنوس يا مرحلة المعدنيس هذه يقولوا لها 12 10 9 8 ستة خمسة هيا حطيهم أربعة ثلاثة زوج واحد خلاص يديك في السماء يديك في السماء جميلة يديك في السماء يا جميلة قولي لي وين صح معليش الله هذا اللي يحبها معليش ماما من الاخر انت قولي في الدنيا الله غير شيء سمعتي على خاطر عندكم منافسة قوية من هنا ندى مع ابنها فريدة حيوهم تحية كبيرة كاع حيوهم حيوهم كاع المخرج معها كاع الطاقم خلاص خيمة هلا وراه اللي راح للشاف وراه اللي راح للجيران وراه اللي راح للشاف تاع الجيران وراه كيف كيف لا على بالي كاع كيف سكتي يا على كاع كيف كيف شغل خير واحد يروح للجيران يا هذا الجيران وهذا للشاف هذا الجيران اما لا تاع الجيران تفضلي شديه تباعد تباعد روحي مع امك بركي طيحي نط بشي هذو الجيران وهذايا لازم نضربوا له نضره شابه ندير العالميه بلا يمنا والعالمية طحت هذه أنا نرفدوها سمحيني مونيكوك راني جاي مونيكوك شاف راني جاي شحال هاي هذه المشاركة تاعي الأولى في أمي أقوى من أمك سيت باش نخرج بلا شباب إن شاء الله يعجب الشاب ويكون طيب مليح ونقدر نقول أمي أقوى من أمك. سوسة في طيبة سوي 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 بطاطا شو من سوسة طازة طازة هكا لقاش لي لقار صبر كبدة شبا يلا هندوقو هاد لي زابا ولا بشوغي اللي دارت لنا حفصه رايحين تعرفوا النتيجه من بعد. سيدتي ونسي سادتي لحقنا الوقت الصح بعد الجوله الاولى اللي كانت شاركت فيها ندى مع الام تاعها فريده رحنا مباشره شفتوا الجوله الثانيه مع الاخت حفصه وامها جميله ولكن النتيجه الاخيره كما مالفين نعرفها من خلال نجمه النجوم مونيكوك الشاف تفضلي. الو راني حابه تعرفوا بليك صعيب صعيب انه انا اوتون كشيف تاع هاد ليميسيون اني ناخذ قرار بكل عدل وبكل شفافيه سي ديفيسيل سورتو اذا كانوا لي دو بلا بنان وسورتو اذا كانوا الغلطات يتشابهوا في كل الجهتين.
المهم حبيت نشكركم على المشاركه تاعكم، وحبيت نشكركم على الطاقه اللي مديتوها لنا كي كنتوا طيبوا شفتوا انت يا ندى زهيتينا من الضحك انا هيهم. المفيد رايحين نعرفوا شكون اللي رايح يقول اليوم امي اقوى من امك من خلال لو بلا اللي كاين تحت هاد لا كلوش. فيصل عطيني الفو فيغ باش نفتح لا كلوش ونديكوفريو شكون هو الرابح. انا باش نعطيك الضوء الاخضر لازم نديروا السسبانس يا امي يا فريده يا امي يا جميله لازم السسبانس باش تحلى. انا نسمع الرنه على خاطر الجرس تاعنا فيه الرنه هاد المره وفيه البنه. نعم سسبانس زعما نديروا سسبانس انا وياك سسبانس طا 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 و معناتها يا جماعة راكم إيجاليتي راكم متساويين راكم متساويين معناتها عندكم 5 ملايين سنتيم وانتم عندكم 5 ملايين سنتيم. احنا باش نقولوا لهم موني يعاودوا يوليو باش تكملوا معنا المشوار ولكن أنا ولكن بشرط يعني باينة هذيك موني راح تخيري لهم لو بلا اللي راح يديروه. ولكن أنا نخير لهم لو بلا وي وأنا نعطي لهم لي زانغريديون وانا نحدد لهم الوقت. يسمى رايحين تتنافسوا على نفس الطبق في نفس الوقت. صح حسنا يا موني حسنا نشوفوا لي وليو تولي ولا لا لا تولي الحاجه تولي الحاجه ان شاء الله ان شاء الله هاي الحاجه هاي جميله هاي هاي تولي ولي انت يا حبيبي هاكي ربحتي انا ندى ما ربحتيش اي حق. معليش ما كنذكر مستمعينا مستمعينا ومشاهدينا نذكرهم باللي الام فريده كانت شاركت في الموسم الماضي مع بنتها واحده اخرى اللي هي نسرين واليوم جات شاركت مع ندى. طبعا في الموسم الماضي ما نجحت ما ربحت ولكن هذه المره ربحت على ندى. توليو اي وليو جماعه قاعد ان شاء الله انتم كذلك توليو. انا من هنا هذاك الوقت واش نقول لكم نتلاقاو دائما في ساعه الخير. امي اقوى من امك وامي تقعد هي الاقوى. يا سلام سلام.